مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على MBC أكشن وإذاعة MBC FM. ضيوفي اليوم معي في الاستديو كابتن حمد المنتشري، ومعي أيضا من الرياض أحمد الفهيد، ومعي أيضا في الاستديو هنا ماجد الفهمي. نرحب بمشاركاتكم معنا في نقطة نظام، وتظهر أمامكم الآن رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، وأيضا ياريت تشاركونا في الهاشتاج البرنامج أكشن مع وليد. والله يحييكم. قبل ما نبدأ الحلقة بس في نقطة كنت أبغى أتكلم عنها، عن موضوع دخول الجماهير، كان في ملاحظات في مباراتين، مباراة للأهلي في جدة ومباراة للهلال في الرياض، وكان كل من يتساءل ليش الازدحام وليش الناس ببطء تدخل وليه، وسوينا اتصالاتنا بنعرف إيش القصة، هل هي المشكلة الشركات المنظمة الآن؟ على فكرة لكل الجمهور، أي مباراة تجد فيها إرباك في الدخول لا أحد ألاقيه مغرد يقول وين إدارة الملعب، وين اتحاد القدم، وين وزارة الرياضة، لأن الآن النظام الملعب كله يتسلم للنادي، والنادي يسلم الملعب لشركة مشغلة مسؤولة عن عالمية دخول الجمهور وخروج الجمهور. طيب بس برضو في مسؤولية للوزارة ومسؤولية للهيئة وللرابطة ومسؤولية لاتحاد القدم، صحيح، لكن صار نظام جديد الآن، الوزارة وزارة الرياضة سلمت الأندية التنظيم كامل، كان زمان بس التذاكر، لا كله الملعب كله، من يدخل من يطلع، كيف الإجراءات، كلها مسؤولية النادي، والنادي أصبح يتحمل من البوابات الخارجية. طبعا موضوع المواقف السيارات في ملعب الجوهرة، المواقف داخلية جوا الملعب، فبالتالي هي تظل من مسؤولية الشركة المنظمة. ملعب الملز الأمير فيصل فهد مسؤولية الشركة المنظمة. استاد الملك فهد الدولي درج جهتين، في شيء جوا الملعب وفي شيء برا الملعب، اللي جوا الملعب مسؤولية الشركة المنظمة، اللي برا الملعب ما هي مسؤوليتها. طيب الجزئية، طيب إيش سبب الازدحام اللي على البوابات؟ طيب ليش الناس تتأخر في الدخول؟ سألنا، طلع القضية كلها في تطبيق توكلنا. القصة كلها جاية مرتبطة بقضية تطبيق توكلنا. كيف؟ الآن تيجي تشتري التذكرة، أنت تشتريها من موقع التذاكر، تعرفون ما عاد في بيع عند الملاعب الآن، تشتري التذاكر من موقع التذاكر السعودية، لازم تربط التذكرة بتطبيق توكلنا عشان يتأكدون أنك أنت ماخذ الجرعتين. في طريقة أسهل، تشتريها من وين؟ تدخل على تطبيق توكلنا وتشتري من هناك، لأنه يربطك مع التذاكر فتلاقي الربط كامل، إذا أنت مطعم على طول تعطيك إياها. إذا أنت شاريها من موقع التذاكر توقف على البوابة وتفتح الجوال وتدخل رقم التذكرة وتدخل رقم الهوية لغاية، طبعا هذا يأخذ إجراءات، الشخص بدال ما يخش بالباركود تيت اللي انت داخل، لا ما يصير فيها تيت، تقعد وافتح والله يخليك، ويجيك طبعا يعني في ناس يا ولدي خذ الجوال رتب لي اياه ما اعرف وما ادري ايش يسوي، وهذا يساعد هذا، قصه. فهذا ادى الحقيقه انه صار في ارباك في عمليه الدخول، ومساله استخدام تطبيق توكلنا هي خطوه جدا يعني متقدمة جدا، لازم ندعمها. بس وين الجزئية، وين المشكلة؟ انه عندنا مش كل الجمهور عنده ثقافة الاونلاين ويقدر، انت تشوف الحين مبيعات اونلاين والناس كلها تستخدم الاونلاين، اي بس كم شخص قاعد يستخدمه فعليا، وكم شخص قاعد يعطي الجوالات لعياله وام تعطيه لبناتها عشان تسوي له، طب ما يعني في ناس في الملعب عيالهم مو معاهم، وفي ناس عنده ايضا موضوع التطبيقات هذه مش متكيف معها، مش متعامل معها، ومش كل الناس معاهم سمارت فون. الآن سووا خطوة، الآن مباراة المنتخب السعودي بكرة مع فيتنام راح يكون الدخول لها عشان يسهلون للناس، عشان لا تقدر الناس بكرة يدخلونهم بطريقة أخرى مش عن طريق الباركود، يعني صارت وزارة الرياضة صار نقاش بينها وبين المسؤولين عن تطبيق توكلنا، أن احنا لازم نسوي حملة ونوعي الناس ونثقفهم في عملية استخدام وربط التطبيق بالجوال، كيف تقدر تشتري تذكرة، تلاقون لما تفتح تطبيق توكلنا هتلاقي في خانة للتذاكر. من الجولة الرابعة الجاية، من الجولة الرابعة الجاية للدوري السعودي راح يكون كل نادي مسؤول عن ملعبه وتذاكره. كان زمان تشتري التذاكر من موقع التذاكر السعودية، لا الحين
من الجولة الرابعة كل نادي لازم يكون عنده شركة تبيع تذاكره، تبيع تذاكره أونلاين، وهي اللي تربط مسؤولة عن تثقيفهم أيضا في عملية الربط مع توكلنا وعملية دخول الملعب. عشان كذا لما يصير من يوم الجولة الرابعة بعض الإرباك في الدخول فتصير مسؤولية كل نادي مسؤول عن هالقضية. عن تعب شوي في البداية، بس هذا عينتج عنه شيء عظيم جدا، نحن عنكون نقدر نتعامل مع التقنية بشكل رائع جدا، تشتري التيكت وتربطه بتوكلنا وكل شيء تسويه عن طريق الجوال، راح تعتقد انه راح يكون سهل جدا للناس. الحين اغلب الناس تطعمت، يعني ما بقى الا شيء بسيط، الناس اللي ما اخذوا الجرعه الثانيه وادعوهم الحقيقه انه يخلصونا، يعني خلاص راح تطعم يا ابوي ما في، واللي ما تطعم راح تطعم، بتعاند بتطير وتنزل تطعم، لا راح تقدر تركب طياره الا متطعم، ما تقدر تخش عملك الا متطعم، ترى ممكن ما تدخل بيتك الا متطعم، هذا اللي علمتك. نبدا الحلقه مع العناوين.